أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في علم الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام هنا باب آخر في كتاب الكافي الشريف في هذا الموضوع تحت عنوان باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم ذكرنا فيما مضى ان علم الله سبحانه وتعالى لا نهايه له، لا حدود له. وانما الله سبحانه وتعالى شاء ان يطلع خلقه على بعض معلوماته، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنبياءه ببعض هذه العلوم، والأنبياء أخبروا الأوصياء ببعض هذه العلوم، بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، الله سبحانه وتعالى منحه من العلوم علم الشريعة كاملة، فيعلم جميع الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله بالأنباء، الأخبار الماضية والأخبار الحالية والأخبار المستقبلية. يعني علم ما كان في الماضي، وما يكون في الحال، وما هو كائن في المستقبل. وهذا بعض من معلومات الله سبحانه وتعالى التي اطلع عليها رسوله صلى الله عليه واله وهناك علوم اخرى لا ترتبط بعلم الشريعه ولا بعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ايضا الله سبحانه وتعالى اطلع رسوله عليها ومن رسوله انتقلت الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام والى سائر الائمه وقد ذكرنا بعض التفصيل فيما مضى من الاحاديث هذا الباب ايضا في نفس المضمار في بيان علم الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام علم الشريعه وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن والله سبحانه وتعالى كما مر سابقا ليس بعاجز عن تعليم من يشاء من خلقه ما يشاء من معلوماته. فإذا قلنا إن الله شاء أن يعلمهم وعلمهم بإذن وإرادة من الله سبحانه وتعالى فهذا عين الإيمان وعين التوحيد. هنا الحديث الأول عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر، يعني جماعة من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا في حجر إسماعيل عند الكعبة المشرفة مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فقال علينا عين جاسوس أكو، لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عاصر أواخر بني اميه واوائل بني العباس، والسلطتان الامويه والعباسيه كانت تعارض الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، فلذلك كان الائمه عليهم السلام واصحابهم في تقيه من الظالمين من بني اميه وبني العباس، ولذا بعض الامور ما كان يمكن قولها علنا لانها تثير حساسيه السلطات وتجلب المشاكل فلذا كانوا يقولونها لبعض خاصه اصحابهم حتى ذلك العلم لا يضيع وفي الوقت نفسه يكون هناك حفظ لانفسهم وللمؤمنين من اتباعهم ومساله التقيه دل عليها القرآن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه". وهي امر عقلي ايضا طبعا لها شروط ولها مواطن ولها احكام هذه مفصلا مذكوره في الروايات وفي الكتب الفقهيه. زين هنا الامام الصادق يقول: علينا عين فالتفتنا يمنه ويسرة ويسرة فلم نرى احدا. لا ما كان جاسوس. وطبعا بين قوسين الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت عليهم العيون تقريبا بشكل دائم وهم في المدينة وأصحاب الأئمة في الكوفة كانوا غالبا وأيضا الكوفة كانت هناك حساسية من بني أمية وبني العباس تجاهها فكانت مليئة بالعيون فهؤلاء كانوا عادة يذهبون إلى الحج والأئمة عليهم الصلاة والسلام يذهبون إلى الحج، والحج هناك مئات الألوف وأحياناً ملايين من الناس كانوا يحضرون، وكان السلطة لا تتمكن من المراقبة، فكان أحسن الأماكن للقاء الأئمة مع أتباعهم، وتعليمهم الأحكام الشرعية، والأمور الأخرى، والحج في ذلك الوقت لم يكن كالحج الآن الناس يذهبون أيام معدودة ثم يرجعون، حينما كانوا يذهبون إلى الحج أحيانا كانوا يبقون شهرين ثلاثة أشهر أقل أكثر، يعني الفترة كانت طويلة والزحام شديد في منى، في عرفات، في أماكن أخرى، والأشكال تتشابه لأن الناس بلباس الإحرام، فلذلك لم يتمكن، لم تتكن السلطه تتمكن من ان تجعل عيون على الائمه عليهم الصلاه والسلام بشكل مستمر، ومع ذلك كانوا يحتاطون. فكثير من الاحكام كانوا يبينونها، وكذلك سائر الامور غير الاحكام في هذه الفتره. فقلنا ليس علينا عين. فقال ورب الكعبه ورب البنيه، يعني هذا البنيان. البنيه مثل صنيعه بمعنى المصنوع المبني ورب البنيه ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما ولانباتهما بما ليس في ايديهما لان موسى والخضر عليهما السلام اعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعه وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه واله وراثة. قضية موسى والخضر قضية معروفة الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الكهف. الله سبحانه وتعالى يعبر عن الخضر علمناه مما لدينا. الله سبحانه وتعالى علمه وامر موسى ان يتعلم هذه الامور من الخضر، القضية معروفة في قضية السفينة التي خرقها، وقضية الغلام الذي قتله الخضر، وقضية الجدار الذي كان يريد أن ينقض فأقامه. زين، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أعلم من موسى والخضر. موسى لم يكن يعلم بعض الامور، والخضر ايضا لم يكن يعلم، في هذا الحديث الامام يقول ان الله سبحانه وتعالى علمهما علم ما كان الماضي، اما علم ما يكون وما هو كائن الله سبحانه وتعالى لم يعطهما الا القليل منه. كل انسان عنده علم ما يكون اذا كان مؤمنا، يعني احنا الان، احنا الان، انا وانتم والحضور والمشاهدون. نحن نعلم بقيام الساعه، ونعلم ببعض تفاصيل الجنه والنار مما ورد في القران الكريم، وفي الاحاديث المعتبره. نعلم بعض ما يكون، بعض ما هو كائن. كيف نعلم بذلك؟ لان الله اخبر بذلك: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الى اخر الايات، وكثير من ايات الجنه والنار والعذاب والنعيم وبعض التفاصيل، نحن نعلم بها، كيف نعلم بها؟ هل نحن نعلم الغيب؟ كلا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو عالم بالغيب أنزلها آيات على رسوله صلى الله عليه واله فالرسول تلاها ورتلها ودونت في المصاحف ووصلت إلينا بالتواتر ونحن نعلم بهذا المقدار. زين الله سبحانه وتعالى أخبر أيضا أنبياءه ببعض تفاصيل المستقبل والخضر لم يكن نبيا لكن الله سبحانه وتعالى علمه حسب بالتحديث بالإلهام فبعض علم ما يكون الله سبحانه وتعالى أعطاهما لكن ليس كل علم ما يكون نعم علم ما كان ما مضى الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى موسى وأعطاه الخضر اما بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، فإن الله سبحانه وتعالى علمه علم ما كان وما يكون وما هو كائن. فالرسول محمد صلى الله عليه واله أعلم من جميع الأنبياء. وهذا العلم الرسول بأمر من الله سبحانه وتعالى نقله إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وراثة عن رسول الله صلى الله عليه واله. وأيضا العلوم التي يفيضها الله سبحانه وتعالى بعد رحيل الرسول صلى الله عليه واله على الأئمة مرة فيما مضى، أن الله سبحانه وتعالى أولا يخبر بها رسوله صلى الله عليه واله. ثم يخبر بها الأئمة الماضين، ثم يخبر بها عن طريق الملائكة أو الإلهام، الإمام الحاضر لألا يكون آخرهم أعلم من أولهم فهذا أيضا وراثة عن رسول الله لأنه الله علم الرسول أولا ثم علمهم وأيضا لأنهم خلفاء الرسول الله اصطفاهم لذلك لذلك يعلمهم الله سبحانه وتعالى فايضا هذا صار وراثه من الرسول صلى الله عليه واله لانهم خلفاؤه باصطفاء الله سبحانه وتعالى اياهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من الذي اصطفاهم بعد الرسول؟ بحيث انه يورثهم علم الكتاب. الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فاذا الامام الصادق وكذلك الائمه الذين هم قبله والائمه الذين هم بعده هؤلاء اعلم من موسى واعلم من الخضر لانهم الله سبحانه وتعالى اورثهم علم الرسول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ايراث الكتاب ليس بمعنى وجود اوراق مكتوب عليها القران هذا بيد الجميع سواء المصطفى وغير المصطفى، الآن القرآن ما بين الدفتين المصحف هذا يوجد في بيت كل مسلم بل في بيت بعض غير المسلمين أيضا. هؤلاء الفسقة من المسلمين أو الكفار الذين يقتنون القرآن هل هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ كلا. فإذا المراد من قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني بعد الرسول أورثنا الكتاب ليس يراد به المكتوب بين الدفتين هذا أورثه الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم هذا الله سبحانه وتعالى جعله بيد الجميع وانما الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى اورثهم شيء خاص وهو علم الكتاب. زين، هذا الكتاب ما فيه يعني اي شيء يتضمن الله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. التبيان يعني البيان الواضح. زين، احنا اذا نجي الى ظاهر القران ظاهر القرآن لا يتضمن كل شيء مع ان الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإنما القرآن تبيان لكل شيء لأن فيه ظاهر وفيه باطن. ظاهره أنيق، كل من يعرف اللغة العربية يتمكن من فهم ظاهر القرآن. نعم لا بد من رد. المحك... المتشابه إلى المحكم عن طريق الراسخين في العلم رد العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد عن طريق الراسخين في العلم وكذلك رد الناسخ إلى المنسوخ إرجاعه إليه ظاهر القرآن يفهمه من يعرف اللغة العربية لكن باطن القرآن هذا فيه كل شيء هذا باطن القران الله سبحانه وتعالى لم يعطِ علمه لكل احد وانما اعطى علمه للرسول والائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام من بعد الرسول حصرا. فاذا ثم اورثنا الكتاب يعني علم الكتاب كما بينا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب شنو هو؟ تبيانا لكل شيء كل شيء سواء من الشريعة سواء من الأنباء الماضية الحاضرة المستقبلة المستقبلية وهذا عند من أورثهم الله سبحانه وتعالى الكتاب وهم الذين اصطفاهم من اصطفاهم الفسق من المسلمين كلا حكام الجور من المسلمين كلا الكفار كلا وإنما الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى اصطفاء الله يقتضي العصمة وقد أجمعت الأمة على أن الصحابة والتابعين والعلماء هؤلاء لم يكونوا معصومين هذا إجماع عليهم يعني الخلفاء من بني أمية من بني العباس من بني عثمان الخلفاء الذين قبلهم السلاطين علماء الأمة هؤلاء لم يكونوا معصومين وإنما الدعية العصمة وهي ثابتة للأئمة من أهل البيت حصرا. هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فإذا الذين اصطفاهم الله هم المعصومون. وهناك إجماع على أن الخلفاء ليسوا بمعصومين، العلماء ليسوا بمعصومين. من الذي يقال لهم أنهم معصومون؟ الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فينحصر الأمر فيهم، وإلا الآية لا يكون لها مفهوم. تكون من اللغو وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. زين فالذي له علم كل شيء هذا اعلم من موسى وهذا اعلم من الخضر، لذا الامام يقول: ورب الكعبه ورب البنيه البنيان يعني ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما ولانبأتهما بما ليس في ايديهما. لماذا؟ لان موسى والخضر عليهم السلام موسى كان نبيا الخضر لم يكن نبيا لكنه كان عبدا من عباد الله الصالحين آتاه الله سبحانه وتعالى العلم لان موسى والخضر عليهم السلام اعطي علم ما كان الماضي كل علم الماضي الله سبحانه وتعالى اعطاهم ولم يعطيا علم ما يكون يعني جميع ما يكون علم المستقبلي بشكل كامل، الله لم يعطهما، وانما اعطاهم بعض العلوم. ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعه. زين، الامام هو اعلم كيف حصل على هذا العلم؟ وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه واله وراثة. هذا العلم ورثناه من رسول الله. لذا نحن حينما نقف امام قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ونقول السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. وكذلك نبدأ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله إلى آخر. ما هو هذه؟ ما هو الشيء الذي ورثه الإمام عليه السلام من هؤلاء؟ طبعاً الذي الأشياء التي ورثها كثيرة لكن أهمها العلم. العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى على ادم الى محمد صلى الله عليه واله رسوله هذا العلم كله الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول او دعه في امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ومن بعده سائر الائمه هذا الحديث الاول الحديث الثاني من هذا الباب جماعه من اصحاب الامام الصادق منهم الحارث بن المغيرة وعبد الاعلى وابو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي سمعوا ابا عبد الله عليه السلام يقول اني لا اعلم ما في السماوات وما في الارض كل شيء في السماء وكل شيء في الارض اعلم به واعلم ما في الجنه من النعيم، من البنيان، من القضايا التي هي في الجنة. وأعلم ما في النار من العذاب وأهل النار وما يجري فيها. وأعلم ما كان في الماضي. التاريخ الماضي وما يكون. زين الإمام ذكر هذا المطلب لهؤلاء من الأصحاب. ثم مكث هنيئة. هنيئة تصغير هنو. حنو قطعة من الزمان هنيئة يعني لحظات قليلة ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه الإمام شاف هؤلاء لا يستوعبون هذا الأمر أيمكن لبشر أن يعلم هذه العلوم ليش كبر عليهم لأنهم لا يعلمون قدرة الله سبحانه وتعالى ولم يدركوا معنى قوله سبحانه وتعالى قل انما انا بشر مثلكم. اذا انت تعلم ان الانبياء وان الائمه بشر لكن الله فضلهم. صحيح تركيبتهم الجسديه بشر، لكن هذه التركيبه البشريه تشابه تركيبه سائر الناس من حيث التركيب العنصري. لكن هذا لا ينافي التفضيل. أن الله سبحانه وتعالى يفضلهم بأن يوحي إليهم. أن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن اصطفاهم. أن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن عصمهم. بأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن علمهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق بشرا تركيبته الجسديه كسائر البشر ولكن يفضله بان يوحي اليه او يلهمه او يعلمه علم ما كان وما يكون وما هو كائن. زين فلذلك حيث المعرفه بالله درجات الانسان حينما تكون معرفته بالله معرفة في درجة مرتفعة، يعلم بأن الله قادر على أن يعلم رسوله صلى الله عليه وآله، لكن إذا شوية المعرفة أقل يستغرب، فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، طبعاً هذا الاستغراب ليس حالة جديدة الناس اي انسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى، والله يفضله بشيء هذا يكبر عليهم، حينما الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه واله رسولا، ماذا كان يقول المشركون من اهل مكه؟ كان يكبر عليهم ذلك، أبعث الله.. بشر رسولا يصير فد بشر يكون رسول يتصورون أنه لازم الرسول يكون من الملائكة مثلا أو من موجودات أخرى ما ورائية الله فضل محمدا صلى الله عليه وآله بأن جعله بشر رسولا كان يكبر عليهم ذلك زين دخلوا في الإسلام طوعا أو طمعا أو نفاقا أو إيمانا لكن المنازل التي كانت للرسول يعني آمنوا ولو في الظاهر برسالتي لكن منازل الرسول صلى الله عليه وآله ما كانوا يقبلونها تشوف في سورة التوبة وفي سور أخرى من القرآن ماذا كان يقول المنافقون حول رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا كانوا يتهمونه وماذا كانوا ينكرون من منازله زين المنازل اللي للرسول العصمة مثلا والفضائل وكذا المسلمون كثير منها قبلوها تجي إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إنه اصطفاهم هذا يكبر على البعض تقول معصوم يكبر على البعض تقول إن الله سبحانه وتعالى علمه يكبر على البعض تقول إن الله سبحانه وتعالى اختاره للإمامة يكبر على البعض هذا أمر طبيعي أن الناس بشكل عام الأمور التي لم يألفوها اللي هي خارج دائرة المادة، وخاصة فيما يرتبط بتفضيل إنسان عليهم هذا يكبر عليهم حسدا، بغيا، جهلا، وما إلى ذلك، فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، فقال: علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء. تلونا الايه: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتابة تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء"، القرآن فيه تبيان كل شيء لو لا. نعم، زين كل شيء هذا تعميم كل من ألفاظ العموم، هذا كل شيء يشمل جميع أحكام الشريعة، يشمل جميع أحكام الشريعة، ويشمل جميع القضايا التي حدثت في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، هذا أيضًا من الأشياء. تبيانا لكل شيء زين الله سبحانه وتعالى الظاهر يسره للجميع ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لذا الظاهر يفهمه كل من يعرف اللغة العربية الفصحى لكن الباطن هذا الله سبحانه وتعالى ما أخبر به أحدا ولم يزود أحدا بأدوات معرفة الباطن إلا الرسول صلى الله عليه وآله ولا إما عليهم الصلاة والسلام فلذا يعرفون باطن القرآن وفي باطن القرآن كل شيء فلا يكبر عليك ذلك احنا ذكرنا في بعض المحاضرات أنه كل عقيدة نعتقد بها أساسها القرآن الكريم بس لازم واحد يشوف يا آية تدل على تلك العقيدة، هذه العقيدة بأن الرسول والأئمة يعلمون كل شيء أساسه من القرآن الكريم، وقد ذكرنا الآيات المتعلقة بذلك، وهناك أحاديث أخرى نتركها إلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Oh.